السلام عليكم الناس الكل، معكم اليوم احمد كابو كالعادة في فيديو جديد. اليوم نتقابلوا في الابيزود 3 من كابوز وورد. اليوم باش ننظموا this thing right here، نحاول مش ننظموا، معناها باش ننظموه برا جوست، مش باش نبدا في الكابل مانجمنت، باش نحي الكوابل الكل، باش نفرك البي سي واللي عندي كل الماتيريال غاديكا، باش ننظموا خاطر ديجا تو باش نكوموندي سقين للطويوه، باش نعمل برشا فازات جدد نتاع ديكوراسيون، وان شاء الله باش نكوموندي بي سي ينعمل ان شاء الله في اقرب وقت، باش نمشي لسبيس دونك باش نمشيو ناخذوا اورديناتور. ياس نجم نولي نعمل حتى دو فيديو برجور هكاك باللي سيت واحد يولي يعمل ريدهرينغ في دقيقه من زمان. سو من غير ما نزيدو في الحديث، لحظه نزيدو شويه في الحديث، هكايا القربوج اللي غاديك الكل كنت نظم بارفيتمون، اللي يحب يهز حاجه، اللي يحب يعمل اي حكايه، المهم يمشي ديريكت يهز حاجته ويخرج من غير ما يفرس حتى شيء. دونك ميم حتى الدكاهه هذيا ضربت لها ساعة واش انا اخويا نظمو فيه السو ديجا تو نفرزو في الادوات وكل، معناها ان شاء الله بفضل تربي كل شيء مريقل، مازلنا كان هدايا تو باش تخدم علي. سو ليتس جو تايم لابس از اولويز. سير لاحظتوا انه دبش تبدل كل شيء، خاطرني الغدوه بعد نعمل ايبيزود 3. دونك تو كيما تشوفوا بعد الايبيزود 3 شفتوا معناها حتى التايم لابس اللي صورته امس جوست، معناها ركحت واول ونظمت شويه غاديكا وكهو، مي تويكا فينالمون كملت نظمت اللي غادي كل حطيتو اكسيسيبل، معناها اي واحد يحب يدخل، اي حد حاجته بحاجه من غادي، من خواتي، من امي، من بويا، من عرش، اي واحد جوست يدخل ديريكتومون منا يهز اللي حاجتو بيه بنظام، ما يعمل لي شيء، معناها ما غير ما انا نتقلق من غير ما يصير حتى شيء. دونك باش تصير الحكايه هذيا وباش انا معناها الكوتي استيتيك نتاع السيت اب نتاعي تكون مزيانه، كيما قلت لكم باش نعمل كونتر بلاكي هونيا. وات ذا فاك باش يجيو يهزوني، علاش كان سمعت صوت الشرطه اي دون نو. المهم دونك كيما قلت لكم باش نعمل كونتر بلاكي هونيا باش يفصل ما بين البارتي هكيا والسيت اب نتاعي. الكونتر بلاكي هكيا باش نحاول معناها
كيفاش يكون فيه رسم معناها كسوسوا نعرفش انا فاندورول ولا اي حاجه ستيكرز نعرفش ممكن نزل واحد بتاع جرافيتي يدهن عليه اي دون نو ما زلت ما نعرفش الساس هذايا باش نعملو ديكوراسيون دونك باش نطلعلو فازات من الجار وكل دونك ان شاء الله فيديوهاتي الكل باش يديروني مصورين كسوسوا جيم بلايات ولا حاجه جيم بلايات سادة باش ناخو ديجا انا كوموندين معناها عملت شو اسمها الكونتر بلاكي للجرين سكرين دونك ونولي مارش نحب الريكوردي هونيا ندور التلفزه شويه ديريكت نقع بالجرين سكرين يتبدل بلاصتو جوست نركح اللايتينغ وكل شيء يخدم بريقل باش ناخذ باش نعاود نصنع اللايتينغ كيما اللي عند ويتش مان نعرفهم من قبل معناها عملتهم من قبل باش نعاود نصنع منهم اذا كان ما كفانيش فلوس باش نشري وعلاش ماهوش يكفيني فلوس خاطرني 90% ان شاء الله باش ناخذ بي سي باش يكون باش ندفع فيه انا نقولوا 60% والباقي سبونسور اي دون نو ممكن ازوس تعطيني شي 70 ممكن ام سي تعطيني ماذر بورد مازال ما فما حد شيء سور مي اللي سور انه فما برشا ريفيوات الجمعه الجايه باش نكملوا في السيري هذيا مادام عجبتكم خاطر حاجه غريبه كيفاش تجيوني في الانبوكس ناس كل احمد نحب السيري احمد وين الابيزود يا احمد وين الابيزود مي انا بويسكو كونيكسيون كانت مقصوصه وخرت عليكم بسوا ام سو سوري كل شيء باش يصير ان شاء الله باش نصوره لكم باش نحطكم ابديتد معايا وكل شيء قلتوا لي تحبوا جيم بلاي سو باش نعملوا جيم بلاي باش نبدل الفيلم انا المشكله معناها اللي عندي انه السيت ديال الفيلم وير نتاعها قديم دونك لازمني نبدلها فيلم وير نصب لها الماجيك لانتر باش نجم نتحكم في الاوديو ليفلز كيما قبل ما علينا دونك كان معكم احمد كابو ان شاء الله عجبتكم الابيزود هو من كابوز وورلد السلام عليكم